استاذ وائل، عشان بس انهي كده في النقاش بينك وبين الدكتوره بوسينه، لان هنا اشوف من يتحمل المسؤوليه. يعني انت بتقول انتم تهدمون المعلم طبعاً. هي بتقول لك ولكن المعلم يهدم اجيالا ويهدم المدرسه بابتعاده عن المدرسه وتركيزه على السناتر، التعبير الشعبي السائد، مؤسسات الدروس الخصوصيه. حضرتك على فكره اغلب مشاهير الثانويه العامه مش معين اساسا. حضرتك لغيت التكليف مشاهير طبعا اللي هم الحيتان طبعا الامبراطور طبعا الامبراطور الثانويه العامه ما هوش مدرس اصلا ما هوش مدرس، هو تربوي. امال خد الشهره منين؟ الطلبه اشتغل واثبت نفسه واثبت وجوده. حضرتك ببساطه شديده جدا، الدكتور لما بيتخرج من كليه الطب له تكليف ولا مش تكليف؟ بتكلم على ببساطه المدرس. المدرس لما دخل كليه التربيه وتخرج من كليه التربيه بتخرج ايه حضرتك؟ بتشتغل ايه حضرتك؟ بتخرج طيب مدرس. دكتوره بوسينه، هنا عشان هو بيقول لك طب ما هو مشاهير او حيتان. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان المعلم المصري معلم جيد جدا اذا اراد، بدليل انه هذا المعلم هو الذي يعلم كل الدول العربيه وكل دول اذا اراد. طب لكن هو مش عايز. بتظلميه لما تقولي له انت صاحب رساله بس جوع. انا ما قلتلوش انا صاحب رساله، انا ما قلتلوش جوع بس موت. انا قلت له اعتبر نفسك زيك زي اي، انت الولي الامر اللي انت بتاخد منه فلوس الدرس ده عشان تعالج ولادك، وعشان زي ما بيقول عنده نفس مشكلتك على فكره، وبيعاني اكتر. بيقول لك احنا بنيجي على نفسنا عشان ندفع فلوس البنت. يعني مش ده كان تقرير ولا انا جايبها من بيننا؟ يا فندم برضه حضرتك مصممه تتكلمي ان في مشكله اسمها دروس خصوصيه. ما فيش مشكلة اسمها دروس خصوصية. مفيش مشكلة؟ امال احنا جايين ليه؟ امال احنا حضرتك احنا بنتكلم على تعليم عن شبح؟ لا يا فندم، لا يا فندم. عن واحد. احنا بنتكلم على تعليم موازي. الدكتور طارق قال لك ان احنا لا يجب ان نتعامل مع دروس خصوصية كلعبة القط والفار. الدروس الخصوصية مساندة للعملية التعليمية. لا ما قالش الكلام ده فعلا؟ لا قال بس أوكي. شكرا بعترض على بس هو عنده خطة للقضاء على الدروس الخصوصية. حضرتك لو اديتني كام مفيش دولة في العالم بتعمل كده. لو اديتك كام ما اديش دروس. مفيش دولة في العالم بتعمل كده يا جماعة. تاخد كام وما اديش دروس؟ ولا حاجة. لو اديتني 1,000,000 جنيه هدي دروس. ببساطة شديدة جدا لأنها حقي. ده حقي. لا مش يعني طبعا. يبقى اذا خليني طبعا. بس بتحط ايدك على طبعا. يبقى اذا الذين يتحدثون عن زياده مرتبات ليس او رفع الحاله يا فندم اللي بيدي الماديه لهم مش هيخليه ما يديش دروس. انا حضرتك لو اديتني 1,000,000 جنيه انا هدي الدروس لسبب بسيط جدا، لان ده حقي. هل الدروس ليه عايزه تسلبيه حقه؟ حقه ايه يا فندم؟ اديني حد في العالم، في دوله في العالم تقول لك الدروس الخصوصيه حق للمعلمين. طب ممكن يا فندم هات لي دوله في العالم فيها بعد اذن حضرتك يا فندم. بعد اذن حضرتك يا فندم ممكن حضرتك تقولي لي بعد اذن حضرتك يا فندم اسمعيني من فضلك، ممكن تجاوب عليا؟ حقك ايه حضرتك؟ طب ممكن حضرتك تجاوب عليا؟ طب ممكن حضرتك ممكن تدي اللي عليك كله؟ ممكن حضرتك تقول لي ولو حد جالك يبقى ممكن حضرتك في ثانيه بس عشان ما عنديش سؤال بسيط جدا. ايه الفقره في الدستور المصري تمنعني ادي دروس؟ ايه الايه القرانيه اللي تمنعني ادي دروس؟ مين حرم الدروس الخصوصيه؟ هل ده عمل مشروع ولا عمل غير مشروع؟ غير مشروع. شكرا. مضر ولا مش مضر بالمجتمع؟ شكرا. حضرتك بتقول عمل غير الناس مشروع. بتعيط. انا عاجبني قوي 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 مش عارف ليه الفيلم بتاع عاجبني جدا 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 استاذ حمام نحلش عاجبني جدا استاذ حمام. حضرتك لما الباشا قال له يعني لا 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 يا فندم لحظه. طيب لحظه يا فندم. الباشا قال له ايه؟ قال له ايه؟ قال له انت هتدي درس لبنتي؟ قال له انت ضليع ضليع في قواعد اللغه العربيه. انا بيخبط على بابي. بشكركم جميعا وبيقول انت ضليع في الرياضيات. في الاخر طيب انا بشكركم جميعا. خلونا يا جماعه نستفيد من النقاش ده في زوايا مختلفه. يعني هو فعلا ايه الحلول؟ طب نعيد الاعتبار للمدارس اولا، نقويها ونعيد اليها الاعتبار، ونعيد الاعتبار للمدرس، وبعد كده نشوف ازاي يمكن ان نجتذب التلاميذ من جديد للمدارس، وبعد كده نشوف ازاي كمان نعالج كل هذه المشاكل. يعني هي محتاجة يعني رؤية شاملة. لا يجب أن نحمل المعلم وحده المسؤولية، ولا ولي الأمر، ولا التلميذ، ولا حتى وزارة التربية والتعليم، ولا هي قضية مجتمعية. تعالوا نناقشها من خلال كل هذه الزوايا، وهنبقى نكملها معاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، وغدا هنكون معاكم إن شاء الله في حلقة جديدة.